بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشبراوي رحمه الله: يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي، والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل، والفعل بالسين أو قد أو بسوف، وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. وامتاز بالتاء ماض والمضارع لام، وأمرهم طلب بالفعل كاعتزلي. وإن أواخر هذه حالة لزمت فهو البناء وعنه الحرف لم يحلي. الباب الثاني: حد الإعراب. وحد الإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثلي. والجزم للفعل فالأنواع أربعة، وليس للحرف إعراب فلا تطلي. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل. لكل نوع علامات مفصلة، فالرفع أربعة في قول كل ولي، والنصب خمس علامات وثالثها خفض ثلاث، وللجزم اثنتان تليّ.